افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومحافظ شرقية الدكتور ممدوح غراب اليوم مسجد كفر أباضة بمحافظة الشرقية. وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة بصدد افتتاح 314 مسجدا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2020 في إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها والاهتمام ببيوت الله معنا ومبنى، حيث ستقوم الوزارة خلال الفترة القادمة بافتتاحها. وأشاد الدكتور محمد مختار جمعة بجهود الدولة المصرية في الحفاظ على قدسية المساجد والحفاظ على حرمتها وعظمتها. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل أخبار مصر وليد هيكل. وليد، بعد مساء الخير، تفضل، إليك الكلمة. بعد مساء الخير عمرو، بالفعل من هنا من محافظة الشرقية، وكما ذكر الخبر معك الآن عمرو أنه بالفعل قام معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة بافتتاح عدد 53 مسجد مع سيادة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية. 53 مسجد جديد عمرو يتم افتتاحهم هنا على أرض محافظة الشرقية ضمن 130 مسجد عمرو يتم افتتاحهم في باقي محافظات الجمهورية. وكما أكد الخبر معك عمرو الآن أن وزارة الأوقاف بالفعل سوف تفتتح خلال الأيام القادمة عدد 314 مسجد على مستوى محافظات الجمهورية. تلك هي دلالة كبرى عمرو على افتتاحات المساجد، ما ينم عن أن الدولة المصرية بالفعل تبني لا تهدم. لكن مزيد عن هذه الدلالة، يسعدنا الآن عمرو أن ينضم إلينا مباشرة من ديوان عام محافظة الشرقية الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية. دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بعد انتهاء جولة سيادتكم مع معالي وزير الأوقاف وافتتاح 53 مسجد من هنا على أرض محافظة الشرقية، هذه أكبر دلالة، وكيف نرد بها على الشائعات المغرضة التي حاولت أن تنال من الدولة المصرية؟ طبعا الأول خليني أرحب بحضراتكم في محافظة الشرقية بمناسبة أعياد محافظة الشرقية. طبعا ما فيش جلالة أكتر من افتتاح 53 مسجد ووضع حجر الأساس لأحد أكبر المساجد إن شاء الله هتبقى موجودة في ميدان الزقازيق بقاعة مناسبات على مستوى راقي جدا. وزي ما حضرتك شفت حتى الفرحة اللي موجودة عند الأهالي بالافتتاحات، وبرضو زي ما معالي الوزير قال عدد المساجد اللي هيتم افتتاحها خلال الأيام القادمة بيؤكد قد إيه أن الدولة مهتمة جدا بالبناء وإعادة التأهيل والترميم، بحيث أن يبقى المسجد يليق ويبقى على مستوى عالي جدا، مش لازم يكون موجود على طريق أو موجود مبني مخالف للقانون. فده بيؤكد أن الدولة جادة جدا في الاستبدال والإضافة الجديدة اللي حضرتك شفتها. تمام، كل شكر حضرتك سيادة محافظ الشرقية. واسمح لي زميلي عمرو أن أنتقل بالحديث إلى الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف هنا بالشرقية. شيخ زكريا الخطيب، ماذا عن دلالة افتتاح عدد 53 مسجد هنا على أرض محافظة الشرقية هذا أولا، كذلك أن الطراز المعماري الذي امتازت به هذه المساجد ووضعها هنا أو بنائها هنا في محافظة الشرقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد وبعد. فمرحبا بكم في هذا اليوم، هو يوم عيد المسلمين على مستوى العالم الإسلامي، هو يوم الجمعة ويوم عيد الشرقية المحافظة العريقة التي تحظى بسيادة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحترم. ومرحبا بمعالي وزير الأوقاف الذي شرفنا به اليوم، والسادة النواب وفضيلة المفتي وكل الناس الضيوف. 53 مسجد يبنوا في محافظة الشرقية ضمن المساجد الموجودة التي تتجاوز 15,000 مسجد. وكما قلت سعادتك أن بعض المشككين يقولون بأن المساجد تهدم، لا نقول تهدم، وإنما تنظم في حركة البناء والمعمار، وإحنا بنبني مساجد على أحسن مستوى، وإن شاء الله القيادة السياسية قيادة حكيمة ورشيدة. وأحب أن نقول للمشككين أنتم لستم مصريون وإنما أنتم مأجورون، ومصر ستظل إن شاء الله عالية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كل شكر لحضرتك شيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية. إذن زميلي عمرو، تزينت محافظة الشرقية في عيدها القومي بافتتاح عدد 53 مسجد على أرضها في مختلف مدن محافظة الشرقية، دلالة كبرى على أن الدولة المصرية تبني لا تهدم. إليكم في الأستوديو عمرو.
مراسل أخبار مصر وليد هيكل، شكرا جزيلا لك ولضيفيك الكريمين.